بسم الله الرحمن الرحيم. على باب ربنا في رمضان هنقف مع بعض 30 يوم نلح وندعي ربنا ونطلب طلباتنا وأسئلتنا كلها. ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل يا ربنا على سيدنا محمد في الآخرين، وصل يا ربنا على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم اشرح بالصلاة والسلام على النبي صدورنا. يا رب اشرح بالصلاة والسلام على النبي صدورنا، وأذهب بها همومنا وغمومنا، واشف بها أسقامنا وأمراضنا وأوجاعنا، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين.